جلالة الملك أولا الله يرحمه كان فنان، وكان في الأحيان كثيرة كانت أولا كيلعب الأكورديون، ما كانش رئيس دولة إلا قليل فيما نظر ما تلاقي ملك عنده هذا الحس الفني. فالله يرحمه كان دائما أولا كيراعي كل الفنانين، من ضمنهم أنا ماشي أنا بوحدي، كان الفنانين كلهم تراعيهم وتحبهم وتدعمهم. وانا بالنسبه لي لو كنت طفله كنت دخلت للقصر وانا عندي 12 عام، ف غنيت قدامهم كلتهم، وغنيت قدامهم نجاه الصغيره، وغنيت قدامهم بزاف ديال الاغاني. ولكن في يوم كان الله يرحمه انور السادات كان موجود وقال لي انا وجدي لي جوج ديال الاغاني فرنساويين، كانت عايزه جلال كتغنيهم كلتهم وانا كنغني ميغي ماتيو على ليبوك. علاش؟ هو شاف بانني عندي هاد جوج ديال الثقافات، عندي الشرقي وعندي الغربي، فسمعني وانا كنغني ام كلثوم. بعد غنيت قدامه ميغي ماتيو، وفواحد المره كذلك طلب مني باش نغني الملحون كذلك، وغنيت قدامه الملحون. هذه ما بالنسبه لي كتشكل ذكريات كبيره بالنسبه لي، والله يرحمه كان شخصيه عبقريه. والحمد لله انه كذلك انجبنا محمد السادس اللي على عن طريقه شفنا المغرب كيزدهر، شفنا المغرب كله بكل مدنه ماشي غير الرباط. انا الرباط فوق ما تنجي تلقى الرباط مختلف بشوارعه بنظافته بالنسبه لي كل شويه تلقى شي حاجه مختلفه. هذا كله مجهودات من طرف جلالة الملك، لأنه حرص أن هذه البلاد هذه تقدم، وهذه البلاد هذه يكون عندها واحد مكانة كبيرة وسط هذا العالم هذا، وأنها تكون بلد جميلة ونظيفة، وكذلك المغاربة يكونوا تنعموا في هذه البلاد هذه الجميلة اللي ربي حباها بهذه الطبيعة الخلابة، وحباها كذلك بالناس يحبوا البلاد. الحمد لله.